سوبر كورة قالت ان في طاقم صربي لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي غدا، وده تم اعلانه خلاص بشكل رسمي. من خلال طبعا الطاقم هيكون دانييلو جورجيتش وميلوفان رزيتيتش وداليبور جورفيتش ونيناد جوكوفيتش. طب يعني اسماء كلها فيها الفيتش طبعا زي ما احنا عارفين في صربيا والدول المجاورة يعني ليها. بالتالي جورجيتش طبعا ده اللي يهمنا، جورجيتش هو الحكم الرئيسي لهذه المباراه. على فكره الراجل ده حكم مباراه ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا العام الماضي، واللي انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجه 3-1 ومباراه شهيره باصابه محمد صلاح. فبالتالي طاقم تحكيم جيد، يعني طاقم تحكيم قوي، واكيد ده هيكون شيء مهم ان يكون في تواجد حكام اجانب في مباراه صعبه زي دي، وان شاء الله نتمنى لهم ان هم يكونوا موفقين عشان المباراه تخرج بالشكل اللائق من الناحية الفنية إن شاء الله، والنتيجة بإذن الله إن شاء الله بعد توفيق المولى عز وجل تكون لصالح النادي الأهلي. الوفد كمان قالت إن مباراة الأهلي وبيراميدز بدون حكم خامس. أنا بصراحة مستغرب من الموضوع ده، يعني مش عارف، يعني صعب قوي إن أنت في مباراة تلعبها بأربع حكام ومباراة تلعبها بخمس حكام في نفس البطولة. طب يا جماعة ما نحط لائحة أو من قبل المسابقة نقول إن أي مباراة في بطولة الدوري تلعب أربع حكام، طب أي مباراة في بطولة الدوري تلعب خمسة، المهم حاجة نمشي عليها طول الموسم، ما يبقاش ماتش كده وماتش كده، لأن الكلام ده بيعمل جدل كبير جدا وإحنا في غنى عن الجدل ده. وشفنا كمان الحكم الخامس حتى لو بيبقى متواجد بيبقى فيه أخطاء فظيعة، لعل أهمها طبعا مباراة الأهلي والإنتاج والبلم بتاع وليد أزار، يعني ما يختلفش عليه اثنين. فبالتالي يعني الحكم الخامس في مصر هنا مش بيضيف كتير، معرفش ليه، لكن في اوروبا لما يكون متواجد اكيد بيبقى ليه دور كبير جدا في المباراه. لكن الاهم من كل ده ان احنا يتم الاستقرار على عدد حكام معين لاداره المباريات، ما يبقاش مباراه كده ومباراه كده. يعني نتمنى الامور تسير في الشكل